بعد ساعات من احتفالات رأس السنة وبداية عام جديد، عاش اليابانيون لحظات رعب وفزع مع وقوع زلزال فقد قوته 7 درجات وسط البلاد. الزلزال أعقبه تحذيرات رسمية من حدوث تسونامي محتمل يصل ارتفاعه إلى 5 أمتار على طول الساحل الغربي، بعد أن وصلت موجات مد عاتية بالفعل إلى العديد من الجزر التابعة لمقاطعة إيشيكاوا. هزات أرضية دفعت الحكومة اليابانية إلى مناشدة مواطنيها بإخلاء بعض المناطق التي ضربها زلزال والتوجه إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن، حفاظا على سلامتهم حتى يزول الخطر. أطلب من جميع المواطنين أن يتوخوا الحذر من خطر حدوث المزيد من الزلازل، وأطلب من كل سكان المنطقة التي وقعت فيها الهزات القوية أن يلتزموا لأوامر الإخلاء الصادرة عن السلطات المحلية، وكذلك المعلومات التي يتم عبر التلفزيون والإذاعة والإنترنت. وسط مخاوف من هزات تابعة محتملة، أعلنت الحكومة اليابانية إغلاق طرق سريعة رئيسية وتعطل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية قرب مركز زلزال، فيما أشارت تقديرات أولية إلى وقوع إصابات وانقطاع للكهرباء عن أكثر من 33,000 منزل. في وقت أكدت السلطات عدم وجود خلل في عمق المحطات النووية بمناطق الزلزال، التداعيات بلغت صداها كوريا الجنوبية بعد تحذيرات من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق إقليم جانغون على الساحل الشرقي، وطالبت بإخلاء المنطقة من السكان، قرار مماثل اتخذته جزيرة سخالين الروسية التي أنذرت باحتمالية تعرض الجزء الغربي من الجزيرة لموجات تسونامي وفعلت حالة التأهب في أجزاء شاسعة من الجزيرة. وجاء هذا الزلزال ليضع سكان اليابان ودول الجوار في حالة من التأهب خوفا من تسونامي يبدأون به العام الجديد.